تابعين معكم أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مجددا. رحلتنا وجولتنا بالمناطق اللبنانية كافة وكمان بالخارج ما بتخلص مع فاموس تودوس، ودايما بس نقول فاموس تودوس منروح ديراكت لنعرف شو عنده فاموس تودوس من تطورات. مارك عون يلي صار اسمه مرادف لفاموس تودوس. مارك بونجور، صباح الخير، كيفك سحاب؟ كيفك اليوم؟ كتر خير الله، تمام. طقس حلو وثلج متلى البلد، الوضع الاقتصادي صعب بس بنضل نقول كتر خير الله ولازم نضل مستمرين. أكيد أكيد مارك، بالبداية قلت أنه اسمك خلص صار مرادف لفاموس تودوس، بس نقول فاموس تودوس منقول مارك عون ليه؟ لأنه مارك دايما بياخدنا بجولات على مختلف المناطق، أو لأنه مارك خلينا نتعرف أكثر على بلدنا، أو لأنه مارك خلينا مزبوط نعرف شو عنا بهالبلد وقيمة البلد يلي نحن عايشين فيه. ممنونك سحر على هالمقدمة الحلوة، وبتعرف ايد لحالها ما بتزقف، يعني في تيم طويل عريض بفاموس تودوس بوجه له اكبر تحية وتحية كبيرة لكم سحر. رفقنا سوا من تأسيس الاو تي في ونحن سوا، وان شاء الله على طول سوا تنعطي احلى صورة عن لبنان. يعني هيدا هدفنا، تأسست فاموس تودوس سنة 2006 تتعطي هالصورة الحلوة، تنضلنا نعطي هيك بوزيتيف فايبس، بوزيتيف انرجي، بدلنا نخلي العالم تآمن ببلدها، نقول لهم يا عمي في كثير اشياء حلوه، طبيعه لبنان بتجنن، ومستمرين باذن الله مع كل الوضع تنضلنا نعرف ونحكي ونعطي احلى صوره نحن وياكم عن لبنان. ان شاء الله يا رب. مارك وين ناوي تاخذنا اليوم بجولاتك الحلوه؟ علما انه مزبوط انت بلشت انه الوضع الاقتصادي صعب، وهو صعب جدا للاسف، ولكن لبيستات مفولين. فامبارح عم بقرا شيء على الفيسبوك، عم بيطلبوا اصحاب لبيستات انه بليز بدكم تحجزوا قبل بوقت بكثير لانه كله مفول. كيف بتفسر هيدا الموضوع؟ بتعرفي سحر، عم نصير للاسف صرنا قسمين، يعني اذا بتروحي على افريكا او على نيبال او على سريلانكا بتشوفي صار في طبقات، طبقه شبه معدومه وطبقه كثير مرتاحه على وضعها، والطبقه الوسطى عم تنمحي تقريبا. نحن عم نصير نفس الشيء، بتروح مثلا نحن عملنا بهيك زياره باوغندا بتشوفي المحلات السياحيه والاوتيلات المعروفه مفوله، وبتشوفي عامه الشعب عايشين ببيئه. ان شاء الله ما نكمل بنفس المسار وبيتغير هالمسار الانحداري، بس اكيد مثل ما ذكرتي حضرتك السياحة بعدها مستمرة وبألف خير. يعني إذا بتطلعي بتشوفي مثل ما ذكرتي ما عم نقدر نعمل بروجرامات بأعالق السروال كرمال البيستات، وهذا الشيء حلو نتمنى أنه يكمل، لأنه البيستات مفولة، كل العالم كانت ناطرة الموسم وتأخر الموسم، والحمد لله بعاصفتين الله عطينا الثلج ملا جبالنا كلها بمناظر بتاخذ العقل. هلأ نحن وياكم رح نتشارك هيك بصور على كذا سنو شوين. نحن ما بنعمل سكي ألبا، ما بنطلع على البيستات لأنه مش بحاجة العالم لجمعيات أو لحدا يخدهم يطلعوا يعملوا سكي، بدور مين مكان وبيطلع لحاله. أكيد نحن هدفنا نروح على أماكن تانية نعمل سنو شوين يلي هي مشي على التلج من سنو شوز، من هالركات يلي منحطها بإجنا وكل وما بدها أي سبيشل، إذا بدك هيك ثينك ما بدها شيء مميز إلا نلبس هالركة تما تغرق إجنا بالتلج ونمشي على الثلج. أكيد مارك، قبل ما يفوتنا الوقت لنلحق نحكي معك عن كل شيء وتاخذنا بجولاتنا، يلا منبلش بالصور تباعا، وبتفسر لنا عن كل صورة وعن كل جولة وعن كل ذكرى بقيت معكم بهالصورة. أكيد ما في شك، ثانك يو سحر. نحن هون بتشوف هيك مناظر بتاخذ العقل، يعني لأنه الدنيا انتلت مي، انتلت إذا بدك هيك صار في عنا عن جد حياة، لأنه المي حياة. كان عندنا أزمة، يعني لو ما اجتنا هالثلجتين هالشتوتين بتشوفي كانت الدنيا حزينة، يعني كل شيء بوقته حلو سبحان الله. يعني اجت هالثلجة وهالمي هيك أنعش الطبيعة، نقدر هيك نعمل جولة نحن وياكم كاملة. بنبلش مثلا من دير القمر، دير القمر هالبلدة النموذجية على مدار السنة، بنطلع لها بالصيف وبالشتاء. بالشتاء فيها هيك مكان مثل الرام بصير مثل بحيره طبيعيه حلوه كثير،
فيها احراش، نحن بنشوف دير القمر بالحرش تبعولها، بالنيتشر تبعولها، مش بس بساحاتها الاثريه الحلوه. هون مثل ما عم نشوف هيدا سهله كانت تنزرع، بتصير كلها مثل القموعه، مثل بركه رائعه الجمال بالشتاء. نقطة عليها وبنشوفها، وبشوفوا أماكن الحلو بأعالي دير القمر، إنه واجهة على الشوف، منطقة الشوف الأعلى كلها، من محمية الأرز لساحل الشوف، ومطلة كمان على منطقة علي. وهون بنشوف معمل الحرير أو الكرخانة، كان اسمه قديما وبعده، وهلا بفكروها انه اسم منه حلو، بس بالعكس هي معمل الحرير يلي كانت كتير مزدهرة بين الحرب العالمية الأولى والثانية، وبتتسمى هيك لأنه كانوا الستات هن عم بيشتغلوا بالحرير بقلب هالمعمل الحرير، تعلي هيك عن إجريها تقدر تشتغل، صارت طلعت الخبرية إنه مثل الواحد رايح على كرخانة بقى، بس هي تسمية حلوة وتسمية معمل الحرير. وهون عم نشوف هالأماكن الرائعة بالتلج، من حدث الجبة إلى ظهور الشوير. هون مثلا كنا طالعين على صنين، بس لأنه تكونت طبقة كبيرة من الجليد، وعلى طول بنقول لهم سلامة العالم، سلامتنا قبل كل شيء، منشان هيك تعدل البروجرام، عملنا سنو شوينج بمنطقة كمان ما بتقل جمال يلي هي دهور شوير. وطلعنا ومشينا وشافوا بيوتها الحلوة، وشافوا غابة الصنوبر الرائعة. وهون بنتذكر نحن والبلدية من حوالي 12 سنة افتتحنا كذا مسار للمشي مع خينا وديع، ورئيس البلدية كان بوقتها الوزير أبو صعب. وبالفعل منطقة كتير حلوة سحر، يعني كمان السياحة فيها حلوة على مدار السنة، صيف وشتوية. هون نعم بنشوف مبنى البلدية يلي انطلقنا من الساحة وعملنا التور تبعنا. نحن مارك، هلا هالفترة، نعم يعني بالرغم من انه في شمس بس في سقعة كتير، في برديت أكيد برديت بكل معنى الكلمة، كيف فيكم تحملتوا هالكم من البرد؟ انتوا رايحين، انتوا جايين، انتوا عم بتجولوا؟ اللي بتعرفي سحر، وقت اللي بيكون في عندك نتفة شمس دغري بتعمل ريفلكشن على التلج، ما بتحسي ابدا بالسقعة. بس اكيد وقت بتروح الشمس اذا بتغيم، بدنا نقول لهم للعالم يكونوا ويل اكويبت، يعني بدهم جاكيتات، سميكه، بدهم يلبسوا شيء للتلج اكيد. أكيد ونحن هون عم نطلع على اماكن عاليه، بس وقت اللي بيكون الطقس شوي شمس، شو ما كانت الحراره، يعني قد ما يكون في سقعه دغري ما بحسوا بالسقعة، وبيمشوا بشوفوا هالمناظر الحلوة. مثل إهدن، هون كمان بلدة إهدن النموذجية يلي طلعنا ومشينا بحرش إهدن، تحية لساندرا وكل المسؤولين عن هالمحمية الرائعة يلي كانوا موجودين، وكمان الجرافات يلي عم بتساعد لتفتح الطرقات. هون طلعنا على سيدة الحصن بإهدن وشافوا منظر بياخد العقل، كانت الثلج بعدها جديدة، وشافوا هيك مدينة إهدن مغطية بالثلج بمناظر بتاخد العقل. مشان هيك هون كتير مهم، لأنه بتعرفي في أماكن ما فيك تزوريها على طول. إهدن منا كتير عالية، يعني ما عم نحكي فوق الـ2000، عندك بالـ1650 1700، بقى هون كتير مهم نزورها بأول الثلج تيشوفوا جمالها وجمال الأرز والشوح بهيدي البلدة المميزة. هون نعم بننتقل على فيلوغا كمان يلي فيها غابة أرز حلوة كثير يلي بدنا نزورها هيدا السبت. فيلوغا من البلدات كمان الحلوة اللي فيها مناظر رائعة، تصور فيها عدة مسلسلات خاصة بالجرد تبعولها. وهون بنشوف هالسد، سد الأيسامينهي يلي كمان ملين هلا بالمي، وفي مناظر حلوة كثير، مثل ما ذكرنا على طول المي حياة. وهون بتشوف هيك مناظر حلوه كتير بتطل على دهر البيدر، على حمانه، فيلوغا، قرنيل، كفر سلوان، مع كل هالبحيرات، لانه عندنا كمان بحيرات زراعيه بتزيد هالمنطقه جمال فوق جمال. نعم،
فعلا يعني فلوغة وحمينة من أجمل القرى اللبنانية، ويلي رايح على هالقرى بيعرف مزبوط نحن عن شو عم نحكي، وقرى هيك جبلية قائمة بذاتها. 100% سحر. وهون كمان عنا كم سفرة مثل ما صرتوا معودين علينا، كل فترة هيك بنعمل سفرة برات لبنان تيشوفوا خاصة البلدان القريبة منا. كنا نطلع كل سنة زيارتين على سوريا، إن شاء الله الوضع بيتحسن، وهون بنترحم على كل الشهداء من بعد هالزلزال القاسي اللي ضرب تركيا وسوريا، وحتى حسينا كتار بلبنان حسينا فيه. وهون بنقول غضب الطبيعة أكبر غضب، بنقول هيك إن شاء الله يا رب هيك هالكوارث الطبيعية تضل بعيد بعيدة عن لبنان، لأنه بالفعل مش ناقصنا. هون بنشوف الأردن العزيز، المملكة الهاشمية الأردنية يلي كمان بنزورها من فترة للتانية، ومنزورها بطريقة شوي مميزة. يعني منشوف هالمحميات الموجودة مثل محمية دانا، محمية موجب، وادي رام، بيروحوا بيمشوا بقى هالأماكن هيك الطبيعية يلي كمان هي أساس للسياحة البيئية، السياحة المسؤولة. بنحب كمان اللبنانية وأجانب يتعرفوا عليها. نعمل هيك جولة حوالي 6 أيام، رح نروح إذا الله راد على عيد الفصح، مع أنه رح يكون في عيد الفصح عند الطوائف الأرثوذكسية، ورح يكون كمان شهر رمضان، بس بنجرب هيك نستفيد من أيام الفرص نقدر نزور هالأماكن الحلوة خارج الأراضي اللبنانية، ونرجع باشتياق أكثر لأراضي الوطن. أكيد أكيد، أصلاً الناس تعودوا عليكم مارك دايماً، يعني مثل ما بيقولوا هيك بتنسقوا بين الداخل وبين الخارج، وكل يلي عم بيروحوا معكم بالرحلات عم ينبسطوا كتير إن كانوا بالداخل أو برحلتكم الخارجية. Thank you سحر، إن شاء الله حضرتك كمان بتشرفينا قريباً إن كان برحلة داخلية أو برحلة برات البلد. نشاطاتنا على طول مستمرة كل سبت وأحد، مثل ما ذكرنا عنا دير القمر هيدا الأحد، عنا في لوغة نهار السبت، ومستمرين تنضلنا نعطي أحلى صورة ونستفيد هلأ من موسم الثلج حوالي الشهرين، مع أنه كان موسم مأخر بس إجا بكامل حيوية وعطى كميات ثلج كتير حلوة من 1400 متر وطلوع. أكيد أكيد معك، ودائما نحن بتواصل معك لتخبرنا كل الخبريات ونعرف أنتوا وين، وأكيد إذا الله راد ننضم لرحلاتكم إن كانت داخلية أو خارجية. لوين بعد بدك تخدنا اليوم؟ لحظة بس سريعا مارك، لأنه ما بقى عندي وقت. آخر محطة، الرحلات ما بتخلص، أحسن ما أخركم إذا يمكن مرتبطين بمواعيد. نحن فيهم يفوتوا على الويب سايت vamos-todos.com أو على السوشيال ميديا vamos todos، أو يتصلوا فينا، لأنه نحن هدفنا سحر أنه على طول نعمل رحلات جديدة، يعني نضوي على أماكن جديدة، نعمل هيك مثل باكج إيكو توريزم، السياحة بيئية أو سياحة مسؤولة بكل الأراضي اللبنانية. نحن على تواصل مستمر من الله راد، ومن خلالكم من خلال الإعلام المسؤول نوصل أحلى فكرة وأحلى صورة عن لبنان. أوكي، آخر هلأ محطة أنتوا رح تروحوا عليها قبل ما نقول لك باي باي، لوين هلأ الرحلة؟ ما بقى بتعرفي بعدت كثير من الصور، اذا بدك هيك بنقدر نخبركم عنها اكثر، مثل اهدن، مثل دهور الشوير، مثل كمان مشينا بعده اماكن، وهلا مثلا نحن عم نحضر كمان لعده، رح نطلع على الزعرور. الزعرور على فكره هو اقرب بيستيت على بيروت، يعني كل اللي حابب يطلع على الثلج باقرب مسافه بدون ما يتعذب على فرد بيان اللي كمان منا كتير بعيدة، أو يطلع على الأرز أو اللحلوب. نعم مارك، أنا بدي أشكر إطلالتك، بدي أشكرك على كل المعلومات، على كل الرحلات يلي بتقوم فيها، وبنرجع بنشوفك إذا الله راد وبنلتقي فيك. شكرا لك. شكرا لكم سحر، أهلا وسهلا فيك مارك عون، فاموس تودس. أصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح لبريك سريع وبنرجع بنتابع لقائتنا.